مرحبا بكم في مدرسة تيسير شويحية من معتمد الشراردة ضمن القافلة الصحية والاجتماعية والتربوية التي تنظمها كشفها مع ديوان الأسرة والعمران البشري والإدارة الجوية للصحة. تشمل هذه القافلة عدة اختصاصات طبية من طب النساء والأطفال والأمراض أخرى، تقصي الأمراض السرطانية على بعض الجميع الأنثوية منها خاصة والتنظيم العائلي، وكذلك تقصي أمراض السكري والدم. نشكر الحقيقة كل المتدخلين من المستوى المحلية والجهوية في تعاونهم ومبادرات المساعدة، وكذلك أهل الخير من مكتبات خاصة وصيدليات اللي يعاونونا الحقيقة بتوفير مجموعة من الأدوات المدرسية اللي نلمدوا بها وليداتنا، وتوفير بعض الجوائز التشجيعية خاطر في ضمن التنشيط فما مجموعة كبيرة من الجوائز زيادة هي تربوية الحقيقة في الأساس. إن شاء الله موفقين الكل، إن شاء الله هذه بادرة وانطلاقة متاع قوافة، إن شاء الله تعقبها قوافل أخرى تشمل اختصاصات أخرى، وإن شاء الله تونس ديما بخير وربي يحفظنا ويحفظ البلاد. الحملة اللي جت هذه باهية وزادت فينا معنوية ياسر، نحن رانا فريق بلادنا متخلفة زواولة مخصوصين في طبة العيون في طبة الكيف، هاي رجلي حادثة باها جيت على أساس باش نعدي على رجلي ما لقيتش، رانا مخصوصين في جماعة الريفة هنا كاين جماعة الشويحية هذه مخصوصين في برشا حوايج، ماذا بينا تواصلونا طبة العيون في كويتي تتفقدونا على رجال الريفة لو مش كمل البلاد. وما عدناش كلها نساء كبار رجلتها موت هجاجي مخصوصين في ماديات وفي كل شيء، نطلبوا منكم والفضل لله والفضل لتونس، نتوكلوا لنا الطبق يجوا يتفقدونا في هكا المريض الاخر يعالج حتى هنا كاين. عندي يوم ماني حابسه مسكينه بعوناتها في التركينه نية عينيها فكري خذيتها مرايات تو كان المرايات تكسر تمشط على روحها، ما عنديش باش نقدر نطلع مرايات رجلي حي بكري عدالي سلاقس وعدي تو ما عنديش، ماذا بينا تتفقدونا في تعبوات وتعملوا قافله في هكا خليها الريف يتهز معنوياته شوي. كم والديكم هاني عديت وحللت على السكر وحللت على الدم وحللت على مرض الفيت والحمد لله. موليدي راني حتى عينيه هاني جيت على عينيه ما جيتش الطبيب قالوا ما جيت، ما هي عينيه هي اللي ضمتني تو عين مفربه وعين ظلمه ما نفرش بها. من ناقل رانا والناقل ما جينيش، رانا هنايا انا نتحدث من الفجر باش نجي نوصل الكيات حتى الناقل يقول لك نوصلك لدارك انا ب 10000 ولا نهزك من الدار ونرد لك ب 20000. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.